وللمزيد مشاهدينا ينضم الينا هاتفيا السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجيه الاسبق. سعاده السفير، اهلا بحضرتك معنا في هذه التغطيه الاخباريه. اهلا بك واهلا وسهلا. يعني استمعنا سويا لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المؤتمر الصحفي، وربما من ضمن مجالات يعني لتحدث عنها ستكون مشتركة بين الدولة المصرية وجنوب السودان هي نقل أو تقديم الخبرات، وربما مصر هي نموذج سعادة السفير في يعني تقديم الخبرات، ولديها نموذج متفرد في التنمية في القضاء على الإرهاب يعني كافة الأشكال، ليس فقط بمحاربته ربما بالتنمية والتطوير. سؤال حضرتك، كيف نقلت مصر خبرتها لجنوب السودان؟ أراه واجب علينا ولا أستغرب من هذا العطاء، لأنني من الجيل الذي هتف لمملكة مصر والسودان ولعالمها لما كنا في المدرسة الابتدائية، وهتفنا لجمهورية السودان ومصر في عهد الثورة. وعندما كنت في الجامعة كان رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية سوداني، لكن آفة إفريقيا هي القبلية، فالقبلية أدت لانفصال السودان عن مصر أولا، ثم أدت إلى انفصال السودان إلى سودانين. نعم. بل أن كل سودان منهما معرض لمزيد من الانقسامات على أساس قبلي وطائفي وحسب العائلات أيضا. ونريد أن نعلم إخواننا أن مصر الدولة القديمة قدم التاريخ تجعل الولاء الأوحد هو للراية الواحدة وللبلد، وليس للعائلة وليس للقبيلة. وهذا ما نحاول أن ننقله في مثل هذا النوع من التعاون. ولهذا فأنا لا أبخل أبدا بأي ما تقدمه مصر إلى السودان الشقيق، شماله وجنوبه، شرقه وغربه، ونرجو لهم يعني المزيد من النمو والرخاء. بل أنني شخصيا واتحاد المستثمرين العرب كلفنا من الجامعة العربية منذ سنوات لتشجيع الاستثمار في جنوب السودان، ليس السودان هنا وإنما بالذات جنوب السودان، لأنه عزيز علينا وهو قطعة من بلدنا وكنا بلدا واحدا. لا أنسى أيضا أن أشير إلى أن 4.5 مليون سوداني يقيمون بيننا في مصر ولا يشعرون ولا نشعر أنهم غرباء عنا. هذه نوعية العلاقة، وبالتالي أرجو من الله دائما، وفق الله قادتنا ورئيسنا لأن يكثف من هذه العلاقات، لكي يشعر السوداني أنه في بلده كلما جاء إلى مصر، ويشعر المصري أن السودان ما زال جزءا من الجمهورية الكبرى، جمهورية مصر والسودان. ربما سعادة السفير، يعني في هذه الأيام قفزت مرة أخرى القضية الفلسطينية على رأس الأحداث، لكن ما قبلها نذكر قمة دول جوار السودان التي تستضيفها مصر، ومساعدات ومحاولات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستقرار السودان وجنوبه، والآن يعني محاولاته بشدة وبحرص شديد على القضية الفلسطينية. كيف ترى هذا الدور المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في استقرار الإقليم والمناطق العربية؟ بالتأكيد دورنا في السودان لا يقل عن أهمية عن دورنا في فلسطين، بل أن فلسطين مشكلة واضحة أن هناك عدو محتل يمارس سلطات الاحتلال. السودان لا، المشكلة في أن حتى في السودان الشمالي الجهة الوحيدة التي تهتف العالم واحد وهي الجيش انقسم على نفسه، وينبغي أن نقدم النصح ونقدم المساعدات أيا كانت تكلفتها لكي نضمن أن هذا البلد الشقيق وهو على حدودنا الجنوبية مباشرة يعيش عيشة طيبة، لأن تهديد الأمن في السودان هو تهديد للأمن القومي المصري أيضا. ونرجو من الله أن تؤدي مثل هذه اللقاءات والمساعدات وكل هذا النوع من التعاون إلى مزيد من الاستقرار في السودان شماله وجنوبه. يعني نحن في محيط إفريقي واحد، دعنا نقول سعادة السفير، وبالتأكيد رابط تاريخي مهم عنوانه الأول نهر النيل بكل تأكيد. رئيس عبد الفتاح السيسي أشار العديد من مجالات الاتفاق وربما التعاونات والحديث والاتصالات القائمة، ومن ضمنها يعني الملف المائي. لو تحدثنا عنه بشكل أكثر توسعا. النيل ملف مهم جدا، لأنه حتى في أيام مصر القديمة الفرعونية اتخذناه وسيلة للانتقال، وبعثات من القوات المصرية والمستكشفين المصريين في أيام الفرعنة وبالذات في أيام محمد علي باشا ركبوا النيل وذهبوا إلى أقصى ما يمكن أن يؤدي إليه في للتغلغل في إفريقيا.
بل أنني زرت دولة قلما يعني نشير إليها وهي من دول جنوب إفريقيا، وكان الملك سوبوزا يتفاخر بأن له أصول فرعونية. وعندما خدمت في الكاميرون سفيرا كانت هناك قبائل في الكاميرون تفخر بأن لها أصول فرعونية، لأن المصريون القدماء ركبوا النيل وركبوا البحر وذهبوا إلى إفريقيا شرقا وغربا ولنا تواجد في كل هذه البلاد. هذا أدى إلى أن يعني أود أن أؤكد لك والأستاذ المشاهدين أن الوجه المصري هو أكثر الوجوه قبولا في إفريقيا، لأن اختلطنا معهم منذ قديم الزمن، ثم الآن لدي قبول لأنني أنا بلد الأزهر الشريف والأزهر يرعى المسلمين في إفريقيا، وأنا بلد الكنيسة القبطية التي ترعى كل الكنائس اللي منها سلفاكير لأن نحن كنيسة شرقية. كل هذه سبل لمزيد من الترابط والتعاون بين مصر وبين بلدان إفريقيا عموما وبين جنوب إفريقيا بالتحديد. وإلى أي حد يبدو الدور المحوري المصري في الأزمة السودانية فارق سعد سفير؟ مهم جدا، لأنه السودانيين يعني يستمعون لي، يعني لديهم حسن استماع لنا، لأن ليس لدينا أي يعني أطماع في السودان. نحن كنا بلد واحد، هم الآن يحتاجون إلى كل مساعدة، والمساعدة ليست بالمال فقط وإنما بحسن الرأي والمشورة والتعاون الاقتصادي وحثهم على الإنتاج، لأننا نحتاج كما أنت أشرتي إلى موضوع مياه النيل. نحن بحاجة إلى أن نزرع في السودان وفي جنوب السودان مئات الآلاف من الأفدنة لكي ننتج قمحنا وغلالنا، والسودان لديه إمكانيات تكفي العالم العربي كله، إنما نحتاج إلى قيادة ونحتاج إلى حسن تعاون، ونحتاج أهم من ذلك كله إلى استقرار الأحوال، وألا يحارب السوداني شمالا شقيقه في الجنوب، أو يحارب الشماليون أنفسهم دارفور من ناحية وبورسودان من ناحية. كل هذه انقسامات نحاول أن نخفف من تأثيرها، وبإذن الله مع استمرار التعاون وتقديم النماذج الطيبة للتعاون، وأن السلام والتعاون يؤديان إلى نتيجة أفضل من استغلال القوة أو من التعامل مع المسائل بفرض السلاح أو بغيره. هذا هو الدرس السوداني والدرس الإفريقي. بالتأكيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا سعد سفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق على وجودك معنا في هذه المداخلة.